وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة، وفي لفظ خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، لا يقدر السحرة على سورة البقرة. اقرأوا القرآن. وبعثت على ذات الطاعة، ومن عاش على المعصية ولم يتب إلى الله مات على نفس المعصية وبعث على ذات المعصية. وآخر يكره القرآن، فإذا ما أسمعوا القرآن قال لا أريد أن أسمع إلى هذا الصوت ولا إلى هذا الكلام. وظل هكذا حتى نام على فراش الموت. يقسم لي بالله أحد طلابنا في مدينة المنصورة أنه لما سمع أهله في يوم من الأيام يصيحون ويصرخون صعد إليهم في الشقة التي تعلو بيته، فقالوا بأن والدهم يموت يحتضن. يقول لطالما ذكرت هذا الرجل بالله ودعوته إلى الله فلم يتأثر، ولطالما آذاني بصوت الغناء وقلت له مرات إذا كنت مصرا على سماع الغناء فأخفض الصوت أنا لا أريد أن أسمع. يقول وكان يصر على إيذائي. وفي هذه اللحظات قلت لأولاده لازلتم تصرون على صوت الغناء؟ في هذه اللحظات يقينا توجد ملائكة لله في البيت. سبحان الله. فضعوا شريطا للقرآن. قال فطلبوا مني أن أنزل لآتيهم بشريط من القرآن، فنزلت وأتيت بشريط من القرآن ووضعته في الكاسيت أو التسجيل. يقسم بالله، يقول والله في لحظة صحوة بين السكرات والكروبات وإذ بالرجل يفيق ويصرخ لا 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 أريد أن أسمع هذا الصوت ولا أريد أن أسمع هذا القرآن، اتركوا الغناء فإنه هو الذي ينعش قلبي. ومات وهو يردد هذه الكلمات اتركوا الغناء فإنه ينعش قلبي. اللسان مغرفة القلب، ولا يظهر على لسانك أثناء احتضارك إلا ما وقر في قلبك وإلا ما ملأ قلبك. إن عشت على الطاعة مت على الطاعة، وبعثت على ذات الطاعة، ومن عاش على المعصية ولم يتب إلى الله مات على نفس المعصية وبعث على ذات المعصية. وآخر يكره القرآن، اللهم فإذا ما أسمعوا القرآن قال لا أريد أن أسمع إلى هذا الصوت ولا إلى هذا الكلام. وظل هكذا حتى نام على فراش الموت. يقسم لي بالله أحد طلابنا في مدينة المنصورة أنه العملة. لما سمع أهله في يوم من الأيام يصرخون ويصرخون صعد إليهم في الشقة التي تعلو بيته، فقالوا بأن والدهم يموت. يا الله يا عزيز، ذكرت هذا الرجل بالله ودعوته إلى الله فلم يتأثر، ولطالما آذاني بصوت الغناء وقلت له مرات إذا كنت مصرا على سماع الغناء فأخفض الصوت أنا لا أريد أن أسمع. يقول وكان يصر